الموضوع الذي نحن بصدده الذي هو موضوع الأسرة هو موضوع في غاية الأهمية والحساسية. الأهمية والحساسية التي تتجاوز ما هو وطني لتخترق كل الدول وكل المجتمعات. متى كان هناك موضوع يتصل بالأسرة وبالعلاقات الأسرية فهو موضوع حساس وجد مهم. وهذا المساء فرنسا يناقش فيها مشروع تعديل مشروع الدستور الفرنسي لكي يتم إدراج موضوع الإجهاض في الدستور خوفا من أن تتقلب الأحوال السياسية في فرنسا فيقع التراجع عما سبق تشريعه من سماح للإجهاض من الناحية القانونية في السبعينيات. اليوم بالطبع أمريكا تعرفون الجدل القائم فيها على قضايا ترتبط بهذه المواضيع والمواضيع اللي هي على كل حال تشغل العالم وتشغل الناس. لماذا؟ لأن هذا الموضوع الأسرة يصب فيه الدين والأيديولوجي، تتقاطع فيه الأخلاق مع العادات مع الثقافات، وتمس كيان الإنسان وكيان الأمة. غير أن بلادنا والحمد لله لها ميزة تتميز بها على باقي البلدان، وهي كونها ليس فقط بلداً إسلامياً حريصاً على الحفاظ على هويته، بل لأنها بلد على رأسه أمير المؤمنين. وهذه الصفة هي صفة تجعل أمير المؤمنين من أوجب واجباته حفظ الدين، كما حفظ الوحدة الوطنية، كما حفظ استقرار البلد. ولذلك جلالة الملك سن مسطرة استثنائية لهذا الموضوع، لأن التشريعات إنما يكون مصدرها إما المجلس الوزاري حينما يتعلق الأمر ببعض صنف من القوانين كالقوانين التنظيمية وقوانين الإطار وما إليها، أما القوانين العادية التي تكون عبارة عن مشاريع فمصدرها المجلس الحكومية، ثم تمر إلى البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، مع العلم أن المحكمة الدستورية لها حق الرقابة الدستورية كما هو معلوم. حساسية هذا الموضوع وأهميته وخطورته جعلت جلالة الملك هو الذي يتولاه وينشئ من أجل ذلك لجنة أوكل مهمة النظر في الموضوع إلى ثلاث مؤسسات وليس ثلاث أشخاص أو شخصيات. فالمقصود هنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس الرئيس المنتدى، وكذلك وزارة العدل وليس وزير العدل، ورئاسة النيابة العامة وليس رئيس النيابة العامة. بالطبع هذه المؤسسات لها مسؤولها وهم هنا الرئيس المنتدب الذي سيمثل المجلس على السلطة القضائية، ووزير العدل الذي سيمثل وزارة العدل، ورئيس النيابة العامة الذي سيمثل النيابة العامة. لكن نظرا لأن هذا الموضوع عادة ما يقع فيه استقطاب بين مكونات المجتمع التي تنقسم في الغالب إلى رأيين أو موقفين، موقف محافظ يستمد مادته من الدين، وموقف
ينسب إلى الحداثة والتقدمية الذي ينهال من منهال الأفكار المقارنة والآراء المختلفة. فلذلك جلالة الملك قرر أن يكون ضمن من يستعين بهم هذه الثلاثي اللجنة الثلاثية المجلس العلمي الأعلى مع ما يمثله من رمزية دينية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وما يمثله من تعبيرات للرأي الآخر. ثم هناك قطاع الأسرة نظرا لكون هذا القطاع له صلة وثيقة بالموضوع. وأمر جلالة الملك أن تكون مشاورات موسعة، وبعد ذلك تبلور وثيقة ترفع إليه، وركز على صفة أمير المؤمنين، أي إن جلالة الملك لن ينظر فيها بصفته فقط ملكا ولكن بصفته أمير المؤمنين. أمير المؤمنين الذي أبى إلى أن يقول إلا أن يقول بصريح العبارة أنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام. إذن الأمور من هذا المنطلق تبدو يعني أنها تأخذ سبيلا واضحا، وأن ما يمكن أن تنتهي إلى اللجنة لن يكون إلا معززا للأسرة بكافة مكوناتها زوجا وزوجة وأبناء. طبعا لا يمكن لي أن أقول لكم اطمئنوا بشكل مطلق، لأن الأمر هنا يتعلق بعمل البشري قد يكون فيه ما فيه مما يستدعي الملاحظة والتعقيب، ولكن لي من الناحية المبدئية جد مطمئن مع كل حذر لازم. وبالطبع فإن جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بيّن لماذا اعتمد هذا الثلاثي المؤسساتي. قال نظرا للأبعاد القانونية والقضائية في هذا التعديل، حضور الأبعاد القانونية والقضائية في هذا التعديل اقتضت هذا التكليف. وبالطبع فإن هذه المنهجية هي بخلاف المنهجية التي كانت في المرحلة السابقة مرحلة مدونة الأسرة، حيث كانت هناك لجنة واسعة وتتكون من حيثيات فكرية مختلفة، وأدت إلى أن يكون هناك صراع فكري كاد أن يعصف باللجنة، واقتضى الأمر تغيير الرئيس الأول وتعيين رئيس ثاني لهذه اللجنة، وأخذ النقاش وقتا ليس بالقصير. الآن 6 أشهر أعتقد بأن اللجنة ستنضبط لها وسترفع إلى جلالة الملك، وجلالة الملك سيقوم بالتحكيم اللازم، وبعد ذلك يحال الموضوع على الحكومة لتحيله على البرلمان. إذن الموضوع بالنسبة إلي لا يثير كثيرا من المشاكل التي كانت قد أثيرت في المناسبة السابقة، لأن المناسبة السابقة ارتبطت بما سمي بمشروع إدماج المرأة في التنمية الذي كان مشروعا حكوميا خاصا ذو أبعاد علمانية شوية مغلقة. لذلك يمكن أن نقول بأن في المغرب كنا وما زلنا نطور ذاتنا ونصلحها بمنطق معتدل، وأنجزنا ما أنجزنا مما يمكن أن نعتز به من خلال سلوك المنهج الوسطي. لذلك من المفيد أن نتمسك بهذا المنهج الوسطي وأن لا نحيد عنه. قلت وأقول من أراد أن يكون في سلك المحافظين الملتزمين من المسلمين أو سميهم الإسلاميين فله ذلك، ولكن عليه أن يأخذ الأمر بشيء من الاعتدال. كما أن من أراد أن يكون حداثيا أو علمانيا
فمطلوب منه أن لا يذهب بعيدا، لأنه إزاء مجتمع مسلم متشبت بدينه ويريد أن يعيش ضمن القيم الإسلامية السمحة، كما أن الأمر يتعلق بنظام دولة لا يسمح بالانفلات الذي يطالبه به البعض، كما أن البعض الآخر يتوجس منه. ولذلك ينبغي أن نؤكد على منهج التوافق كمنهج خلاق، يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد. وأريد بالمناسبة أيضا أن أؤكد على أن مدونة الأسر كثيرا ما قيل عنها أشياء غير صحيحة وغير واقعية. مشكلة الأسرة المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب. القانون مفيد، والقانون ينبغي تجويده، والقانون ينبغي تحسينه، هذا مما لا شك فيه، لكن لا ينبغي أن نعول على القانون وحده في إصلاح الأسرة. الأسرة أيها الإخوة والأخوات تصلح بالأخلاق، وأقول بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين. وأؤكد هنا أننا حينما نتزوج نتزوج بشيء من القانون، هذا صحيح، ولكن بكثير من الأخلاق، ونتفارق ونتطالق بالقانون، ولكن ينبغي أن يكون بالأخلاق أكثر من القانون، إمساك المعروف أو سوء الحساب. أما بين الزواج والطلاق فالمعاشرة لا يمكن أن نتصور أن القانون كفيل بضبطها وبالنهوض بها، إنما هي الأخلاق هي الكفيلة بأن تجعل المعاشرة بالمعروف، كما أن الأخلاق هي القادرة على أن تجعل من الفرقة بمعروف. بعد هذا أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أتحدث في موضوع في غاية الأهمية، وأرجو الانتباه إليه، وأرجو أن يتم تحرير هذه السبورة حتى تستطيعوا تتبع المعطيات النصية التي سوف أتعرض إليها. وهو على الخصوص، هذه خاصة تفهم أن هناك التيار الإسلامي وكاين التيار العلماني، وأعتقد وسيظهر لكم ذلك جليا أن التيار الإسلامي حينما يتنكر للاتفاقية الدولية في عمومه فهو في ذلك يتنكر عن خطأ، والتيار العلماني إذ يستدل بالاتفاقية الدولية بشكل مطلق وبدون تدقيق للموضوع فهو أيضا في ذلك مطلق.